بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي كنتوني صدحات يكمد من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. حبابي هاي وكل سابسين زيارة أهل الخير تدك خير كاله إلهي الضيعي وحمهنا كل إحدى أهل الخير كان إلا بوغضه والله تغو فضيق كتشيرا ومجالسة من ذلك أهل الخير كان لا فريسته وفضيق وضل لبطسده وحمبا لقفا إيديا وصحبتهم إلا لا سعود الله راعه إلا لا سعوده وإنت أتكفى إذا سنكرت أما آد ونقرب سعون كرت اللي تشوه كرت اللي تشوه هي ومحبتهم إلا جعلادتك أهل الخير كان لجعلاده أولا النعين ولغا إلى قلبك هذا النعيب كأي دبسي قدتك أهل خير كأه وطلب زيارتهم يولي بدتك إن لقد ضل بوق شدود يبرو من كين أن هبل بوقني أن أتقن معانيك وأن أكسنا أن أتقن الشيخ أن أتقن عالم كأن أتقن وايل كأن دتك أهل خير كأه كلي قام إن عطاء ضلبتو إن بوقت أما الله بوق ده ضلبت يود دعاء منهم إن لقد دعيسته وندعى اللي يده هذا دعاء لقد ضلبته وزيارة المواضع قوبها إلا بوغضاء الفاضلة خير كالسيدة مساجد وكالي ميلها خير كبضن فضل إلهي قليينا إلا بوغضه. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إلهي سبحانه وتعالى النبي الله وحد كشاك إيسا حلي والنبي الله موسى كجيري لفتاه ويلكيسي أما أذيقه أما قعن يريس فتاه سنينو يهي يوشع من النون أيال لو بدن يهي يوشع من النون والنبي يوسف أوه يوشع من النون ابن أفرايم ابن يوسف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بأوغي سلبات الله الشيقة إنو نبي يهي ونبي مركة هارون إيوه موصبا دنتين ريب بن إسرائيل استاقه وشهد إنه يهيب الله بدن يهي قل يوحد أمي لفتاه وإلى عبده خادمه انت وادعي كرتا وحكو نبي الله موسى صاحبك كويري أما نكو أديك يكويري لا أبرح كزول مهي كهر مهي أي لا أبرح كزول مهي إنان سعاني إنان لغيني مفعولك أبرح لقوي وحلقوي لدلالة الحال عليه حالة دا كتوسي وصفر كأ صفر باب اللي قجرة والاسك قرنية حتى أبلغ إلى أن قال مجمع البحرين لبدا بدل ماشي كل ماني درمي قضاء وماشي اللي قلت المعيون نبي الله يخدر الشوقاء أو أمس أمضي حقبا أما أن مدس عضو انتذال أن وضم مدرد البدن كماره حقب كوا زبن كي يدهريه أو أمضي أما أن تقو حقبا أي دهرا ابن عباس سيدا كسوغن سيدا سوي وذا دن حقوب فسر حقوبك تضباطا سنة سيدا سنة قليا أفرتن جلادا قليا سنة جلادا إلى قوله تعالى أو داس ولأن حاضر من ربي يكون مثالين يتبعان لو مع لو يكون مثاليان حتى أبلغ مجمع البحرين ولو أمضي حقبة أما صعود الزبن مدرر بأن صعود بمعنى أول ويكدقان اللو ويكدقان دمالا إلى قوله تعالى قصة دارة هذا النبي الله موسى إيه نحمرتي خضر واتقرن إيساني إلى قوله تعالى قال له موسى نبي الله موسى مركو الله كل ما أظن كي لوت المامة يساق كعلم بطنا في بعض الجوانب وحكير موسى هل أتبعك ما أنك راع وعثي وأنك راع يا ماء وأمر يعني عثي ومك راع كرا مكرس عن كرا سؤال مكويدين كرا سير لطيفا ودبع سنب الربعين ضدك حويديس لو بهر باش وحوجة أما قليه رمدو قال له إذا إنت رأي لما ربا يرأي قلبت كي يقولي ديفك بدنا ترتيبها مك راع وأنك راع يا وش ما ومعه قال لي هذا هاي هوليه سوالي لو بهر وعثي هل أتبعك على أن تعلمني إن أدبرت مما علمت رشدا وحي لغبري خير إيا وحي الدين إذن محبو نبي الله موسى عثنا هيا حو عثنا يا إن أو لا سعوده أو لا فريسته أو لا صاحب أحد أهل الخير نبي الله خضرة وحا أصدق الله أمر وليبا إنو بغضاء أتك أحد كأهل الخير كو كفا إليسته آيات مركة معاني دي باب كتر تورنبا وحي ويتابنيسا ماشو احد كأهل خير كأجو بالنسبه لموسى ومن معه وحي اوتها مكان خير يميل فضي بدن ما دام عالمك دينته وكبرن لا ميشا او جوغو او قصديو اذا معاني بدن باي دو حمبارسنت وقال تعالى ربي وحي واصبر نفسك نفتد كحن النبي الله
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ضدك إلهي عابدة نس دنبية نس هربا ألا درتي أن دون يدنك الآن لهين كوا أكتوذ إلا فرد قوضية واحتركوا ذا نفط هذا كو حنب كو حبس كو قبر هاين دا تاغن ملك الهوان قل تاغن أيا قاسا كو أنفع يا آخر يا دوم آيات دان وحن كسو مرة باب سودين اللبات بين كسو مرة دور قرن ويسون نقطة آيات دان سورة كهف وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر وحي لعمر بن الخطاب حكي رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله رسولك لا أنتو قير يدو حجابتك كذب انطلق بنا إنا كين أبو بكر با أوراني أبو بكر با هضح وقضل بهايا زيارة أهل الخير عمر بو قضل بهايا إن أولب وغضو أم أيمن انطلق بنا إنا كين إلى أم أيمن إن أوكين أن أدني بركة مقعد اللي هذا بركة مقعد اللي لك وحيعان كتهاي أم أيمن بركة بنت ثعلبة ابن عمرو بن حسين أيال ليلة أما ابن حسن بركة وأصل كده وحبشية وأم أيمن ويل كده أيمن ابن عبيد الأورنجري أيمن ابن عبيد ابن عبيد ليلة حبشية بقول شو ويل كأيمن ويل كصلى الله ومقع الدري عبيد مركو مركة أي كلا تجاي نواجد دم زيد بن حارثة وكو جرسدي أصام بقول شيء قبل قيامها بنيدوي إلى أم أيمن إن كنا زورا أن زيارني أصل كده هو من نبي محمد أبيه بالها يضنوا هيد والنبي حري واجد دم بمسه يدي آمن على هيد بوالسكو خلاف سيه وحلو بدنيا أبيه عبد الله بالها يضنوا هيد كده مركو النبي قدر شيء أبيه ردنتي هو يأهم بأسه كريسي حاضنا يو هيد وحنانين شرتين النبي قصيد هو يدي واحترام شري كوالد له وحرمين شري أيضا مركو أبهات النبي هو عنان شرت سيد الماء قدر شيء النبي وكفر رسن شري وحرمين شري صحابته هذا سوى الدريم يشترين هذا سوى كرسويان بو احترام يشتر مركو النبي وين هذا أسرع حريي مركو حريي واجد دمو كيزيد من حارثة أي كرسته صام أي ولا شيء قبل نوع صبرك بضم بهيد خلافة سيدنا عثمان أي جريوتي أي جريوتي أنت صدق وين نوريت حديث ضعف كجرا وحاكوز يمت أم أيمن أمي بعد أمي أم أيمن وهو يدي هو يدي رشوك لا يلمت هو يدي آمنة كذب يعني هل كاس النبي جوكتي نزورا أن بوقنه إن كم بول أم أيمن أن نصاب بوقنه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها صدق النبي إلهي أب بوقن شرى أم أيمن كهي أهان كوالد أهان كحاضن أهان مسلمة دين تكون عروضة أهان هؤلاء بدن بقبر إسكو جوت تجاي يحقوق بدن إذا نحل جاو النبي بوقن هي الدوي راعج أبو بكر عمر بوي راعج شرى مركهوش النبي جو سمين شرى راعج شرى هذا النبي نهي ستاي إنا كم بول فلما انتهى إليها مركي جارين فلما انتهى مركي جارين ويكون تودن عمر أبو بكر إليها إلى أم أيمن بكت وي ويدي جبده أم أيمن هيد مركي أركتبه أبو بكر وعمر وكدل تاجن والله الله هي وصوب وغضي ويدي فقال الله وحكي له هذين ما يبكيك محاكاء هنا يا أما تعلمين ميدن أغين أنما عند الله الله وحاكتي سو خيره يا شنيه برواقيه كرامه خير ان وانا اكسنت الى رسول الله رسولك الهي مما في الدنيا وحي مركو نبيو دنتي وحجابته ولو كل مو خير يا بركه يا كرامه ربيه اني ادانتو كو وانا اكسنت هي الدنيا دي او كتغميدان اوغي والاخره خير لك من الاولى فقال وحجر ما ابكي وما اوهايو الا اكون اعلم ان ان اوغين درت وما اوهايو أنما عند الله تعالى ألا أكتي وحاء وكرامية خير خير إنه هو ناكسين لرسول الله سبحانه إن أن أغين أمه يهيت هاو شاد شاكتين أمين تيدك وما صاحب سنو وذا دع الله ولكن أبكي وحان الله إلمين يا بيتر أم أيمن أن الوحي وحي من الله كي منشري جبريل أكينا يا النبي محمد أكينا يا قد انقطع واقع أي من السماء عركبك قاي والسماء واسم جنس وكل ما علاك أي السماء اللي هذا فهيجتهما وحي كوك عيسي على البكاء اوهم بكو حنبارتي ايضا اوشا سي اويسي مركا ياركين ام ايمر اوشا اويسا حقنا اي درين سي سابكا كان اوينتي اذا ايضا نواء المي فجعل وحي قدقلين يبكيان اني اوهيان معها مع ام ايمن ابو بكر اي عمر بو قدرين برورتي بهو يدين ام ايمن قدرين رواه مسلم مسلم بحديث كوريي اذا محاكو جربابك زيارة اهل الخير إنها الخير كلا بوقده
ayaa ku jira. Waxaa kaloo ku jira in lagu codsado dadka qaarkood ahlu khayrka inuu booqanna ina keen, sida Abuubakar uga codsaday cumar inuu Umm Ayman la booqdo. Waxaa kaloo ku jira adoon ilmo iyo hinba ku haynin, haddii ruux muslim ah ooyaya aad ku darto laftirkeedu inay ikhlaaska iyo sidqiga waxba yeelin oo wanaagsan tahay, sida Umm Ayman oo inteeda darteed ay Abuubakar iyo Cumarba oola ooyeen. walaakin bakat qabli fahayaja lilbuka bukaahoga fakaana alfadl lmutaqadim, ninkii iyo kale wey. Marka fahayajatumaa, waxay ku xambaartay calalbukaa inay ooyaan bay ku xambaartay. Hawshu markay xusuusteen iyadoo ooyna arkeed ayay ku dareenba. Fajcala idan wa damcatu iyo bukaau ikhbaatin wa khawfin wa shawqin laa bukaau munaafiqin wa khidaac nifaaq wa khidaac midna maaha. Rawaahu Muslim, baa xadiidka wariyay. Sidaasaa la rabaa dadka ahlu khayrka iyo dadka ahalka iyo macaarifta iyo culummada iyo waayeelada iyo dadka wuxuun khayra lagu tuhmaa in loo tago la booqdo waa hawl aad iyo aad u wanaagsan oo min asunna ah. Qolyaha jamaacu tabliiq baana idinkaga fiican, idinka wahaabiyada ah. Marka hawshaasi aan laga tegin shayga sunnada ah, la nooleeyo. wa can abi hurayra radiyallahu tacaala canhuma canhu sallallahu alayhi wasallam qaala, nabigu wuxuu yidhi anna rajula, nin baa zaara booqday akhan lahu, akhan lahu walaal uu lahaa, akhan lahu fiddiin wey, akhan lahu fiddiin. anna rajulan baa zaara booqday akhan lahu walaal uu lahaa fiddiini, diinta ugu walaal, oo fii qaryatin ukhra, tuulo kale jooga, degan kale iyo tuulo kaleu markaa ninkaasi ku noolaa. fa arsada allahu tacaala, ilaahi wuxuu u cimilgeliyey calaa madrajatihi, waddadiisii, malakan, malag buu u dhigay wey. madrajku waa waddada, wadiiqaha ayaa madarajka la yidhaahdaa, dariiqa la yidhaahdaa. meeshan yar hadda wadiiqada yartay deeradda ku degto Soomaali ariga ku orodo, madaraj baa la yidhaahdaa, madaraju taa'ira, waa dariiqa. fa arsada allahu, arsadkuna waa maxay? Waa marka shay aad u wakaalato ruux, hebelow hebel adaa aan ku wakaashay, u cimil gol oo ka warqab. malagan ilaahay soo dejiyey muddada, wuxuu u fadhiyaa hal nin buu sugayaa, oo waalkii u socdo ilaahay dirti u booqanaya, nimay muslimiina walaal yihiin, diinka walaal ku yihiin, dan kale kama laha, axad kale uma jeedo. marka waxaad moodaa inuu ninkaa gaabayo, malagu ninkaa meesha u fadhiyo, sidii libaaxa loogu cimilgeli jiray inuu u cimilgalay. fa arsada allahu tacaala, ilaahay wuxuu u cimilgeliyo u dhigay weeye calaa madrajatihi, wadaduu haye ee ninkii muslimka ah waalkii booqanay uu ku socday, malakan min almalaa'ika. saa darteed riwaaya fi riwaayat ibn abi shayba fi musannafi, fajalasa calaa tariiqihi, fajalasa ay almalak calaa tariiqihi, wadadiisi buu fadhiistay. faqaala ayna turiid, markaasuu yihi xaggeed u socotaa. falamaa ata azaa'iru calayhi cala almalak, zaa'irkii soconhaya lugeynhaya markuu malagii meesha fadhiyay soo maray, qaala wuxuu yihi malagii, ayna turiid, wa fii riwaayati axmed, ayna tadhab, xaggeed u socotaa, xaggeed doonaysaa, maxaad doonaysaa, maaha man turiid lama dhihin, waxaa la yidhi ayna turiid waa makaan iyo boos baa la weydiiyey. idan makaanka iyo booska waxa loo weydiinayo inay tahay ruuxeed rabtaa buu fahmay mas-uulku, wuxuu yihi marka uriidu akhan li fi hadihi alqarya, yacni had iyo goor su-aashu si xarfi ah loogama jawaabo, maqsuudka yaa la abaara. qur-aankana way ku timid, wamaa cajalaka can qowmika yaa muusa, markii lagu yihi muxuu yidhi, qaala hum ulaaya calaa athari wacajiltu ilayka rabbi litarda. maxaa tolkaa kaasoo dejiyey marka la yidhi, maxaa inuu yidhaahdo nabiyullaahi muuse haddaad si xarfi looga jawaabayo jawaabta cajiltu ilayka rabbi litarda? idan wuxuu dareemay nabiyullaahi muuse in laleeyahay tolkaa maxaad oola socon weydood uga soo hormartay, marka wuxuu nabi ilaahayow waa kuwan idaba socdo horta raadkay ku joogaan oo ma kala dheerin, xiwan waxaan usoo hormaray litarda. hadii goor maqsuudkaa la fiiriyaaye si xarfi ah su-aasha looma abaara jawaabteeda. idan wuxuu yihi ninka muslimka, uriidu waxaan doonayaa akhan li walaal ii ahaaday aniga, fi hadihi alqaryati tuuladan ayadan ku socdo. qaala wuxuu yihi malagii, hallaka calayhi min nicma, hallaka muku ahaatay calayhi dushiisa min nicmatin abaal, tarubbuha calayhi aad u ilaalinayso, tarubuha cali aad u dhowrayso. hal lahu calayka min nicmatin tarubuha baa asalka ahayd, bacdu riwaayaadna waybay ku yimaadeen macnaha asaga. wuxuu malagu ku yidhi ninkan aad u socoteed booqanayso, wax abaalo kugu leeyahood u gudayso ama aad dhowrayso ma jira. hal laka calayhi
دوشي سمكو ألك عليه مكولة يضهي من نعمة أبال يإحسان تربها أد إلى النيس أد كب عنيس بمعنى أدور يسوي أبال أد قديسه عليه دوش تد قديسه. قال حول الله مايا وح أباله يقول يا هاي أما أن كولة يا هاي أما أن كره تنا يمنا مجري غير هذا يشي أني أنا أحببته في الله أحببته لله إلهي درتي ما رجع لهاي في ذاته تتم وسبي ذوي أحببته وحنرجع لهاي لله في الله تعالى إلهي درتي ونرجع لهاي دنك لك ملي مرق إن صوب بغضون لصو شاكيستون ولا لهان بغضون قصو تقان ربا. قال وحري فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه أنا وحاوي دنك الله يمسو ديرني إن أنكو بشاري الله يسو ديري فإني أنا رسول الله رسولك إلهي بأن فرين وضعن هاي إليك الله سو فرين ديري محال الله يسو فرين ديري ليسو ديبي بأن الله لويني قد أحبك إنو كوش علينا أنكو شعيقه كما أحببته فيه أي في الله صد ألا ديرت أقول شعلاتي إن أنا ونكو شعيق إلهي إنو كوش علي هرالي نكاي هاي انتا أمبان أيان ربان أمد رواه مسلم مسلم بعد الكوري يقال وحال إذا حق اللغة أرصده لكذا أرصده لكذا وحقود دياريي أرنك أصغى إذا وكله بحفظه وحو إحل سارتي أرنك وحو كهلي أرنك ما قال لي هبل بان إحل سارني أم هبل بان كهليني أم هبل وعدان كقو أقنهي أرصدناه لكذا بعده أرصده لكذا. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق مدرجتنا أيضا ميم كي يرادة بالكرد بي ووضد يجدك ومعنى تربهانا تقوم بها أدو استاغ يسود أبالك قد يسميها الشراء وتسعى أدو صعون يسود في صلاحها وناجين تذي أبالك هكاجين تشيء أد قد يسي إذن وضع ركتانو هادن المسلم إله درت الله بغضدن كلا صوم الله قال هاي تطبع إلهي سبحانه وتعالى كتش على هذا تطبع إلهي كتش على هذا نكو إلهي كتش على هذا حوي وأهل الجنة أهل الجنة مركة زيارة داس مودية محبة أبو ريسا إسكور قبي كينيسا ورالني بي كينيسا دين كبي حوشينيسا وذا تير كيني من دمدان أي دو ريسا مركة شيء أساقا يان لو داي ملاعانو هلقا فائدهستو. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أحد كبوغد الروح حنوصن ربكه أو زار أما زيارته بغض أخا له في الله ولا الإله درت إكو ولا لوبين ناداه مناد رواقا يا رواقا يا محونا كل رواقا يا بأن طبت لنفسك بأن طبت واد وناكسنت هاي قبت هاي وي دون تضيع ما يدحت هذا وناكسن يهلب كذا إذا بأن طبت وشيء نقول يا الروح الزائر كقد جيسي وطاب ممشاك عمل كيسي ويهدنا وطاب واد وناكسن هذا سيدو كلو إله رالب كي هاي ممشاك الصعود كذي عمل كذا ودو أذون واد وناكسنت هاي هوشت كجرتنا وا وعن تايوي وتبوأت وحاد يارستي أطفريست من الجنة جنة حق لنا منزلا بوس منزلة التنكير هنا للتفخيم بوس وين وي درجيا ميقان بدي لها اكتس كولة هايوي لأنه أغراض التنكير وحلوتهم ويعملوا تنكيري وحكمده للتفخيم والتعذيب. رواه الترمذي أبو عيسى الترمذي باوري وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ وحكوا يمت نخصوين كترمذي بركوت حديث حسن غريب مركينا وحكوا حديث غريب باكوا يمعده حديث كان مركز سنة كيسو وذا اللي هذا أبي سنان عيسى بن سنان وسعيد بن سنان ولالكية أي كجر ضعيفة لكن لن مطروقة معها ولذلك ذهب وحول ضعفه أحمد وغيره ضعفه أحمد وغيره ولم يترك هو جائز الحديث تاريخ الإسلام مجلد كسقالات لبابق الأفرطن يسديد بوسيدة كويدة ترجمة أبي سنان مركم مري مركا نكو وانين ضعيف لكن حديثك يسوديد مطابعية طريقة لأوية شو وفعنانا صادرت ترمي الحكم كساس صحن محايلة حديثك لبا الطريق قالوا لي هاي لبا الطريق بكالي عن أبي هريرة يكالي هاي شواهد فربضن أولي هاي في صحيح ترغيب وتريب كفيرية شاهدك أوقي بضان حافظك أسوق حجيجتي وحاوي عسكضي حديثك أنس حديثك أنس أي مركة أسوقنا بابك كيمت وحر وله شاهد من حديث أنس عند البزار بإسناد جيد فتح الباري مجلد كالطبنات صفحة عشان بقولات كفيرية إذن حديثك شواهد بضان نواريه لابد طريق نواريه إنك كتير الوئي إذينا
نن متروقة ما بل ذهب وحلو وجائز الحديث إذا تحسين كذا ابن حب ترمذي أي صحة وصحة ابن حبان ابن حبان حديثه صحيح يا لا مركو حديث سوغان وي شواهدنا آد بأوبلان طاي ترغيب وترغيب قد كفرين كرتان عليس بدن ملها إذا نينك روح مسلم وحنون صم بوغضة أما نين ولاله إلى هدرت أبوغضة وحا ملك بالوس ودير يا أرنا يا طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة صدح قضاء بالسكو قدرية هرتو قب قب دشي بالو آتي بالو قليه هول وناك سنة واد كجر تاب بالو قليه بوس جندا كمد أنا وحد كود يار سطود كو قبصتي إن روح مسلم وحنون صم بوغضة أما ولالك مسلم أتوزير دير له أزيارتي أو مرك هول سالن ما جندا مرك ميلا بدن أي إسكت الله والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعليه والنار مثل ذلك وحكى شقيستم بالا لا يا هي مركوش آدي هذا اللي قد دالو وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حوري إنما مثل الجليس الصالح إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه أبو موسى الأشعري النبي حكى النبي إنما مثل الجليس الصالح صاحبك وناكسا أما لفرق وناكسا أما لكوتك وناكسا يو جليس السوء الجليس هنا فعيلك بمعنى مفاعلك واحد يجتوي المجالس نيكو كل فريق السنة أما الله فريق السنة يسوء فعيلك قولي عدو ما بمعنى مفعول ومجلوس إنك الله فريصني المجلوس إليه لبما لها ومن باب إضافة الشيء إلى صفته حق العربية ده جليس الصالح جليس السوء ومن باب إضافة الشيء إلى صفته السوء يا صالح واصف لي للجليس صيغة لو إضافي ولو آنية وجليس كما مضاف لقد دقي كما لو إضافي مضاف لي بلقد دقي إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء ننك حن لفريس جيسو إيا ننك الصن إيوان أكسن لفريس جيسو وحي لمديهين كحامل المسك ننحن بارسن عضر إيو برفون أم وحو تكون حنبارسن إيا ونافخ الكيري بوفن كمتك أفو فوق لكيركو وميشن كوسن إلا ديسي درقد أهانتي دبكو وكتشرو قبضا يرتي الله سمعي أيا كيرك الليدة أما مركا دوبها لغسمي أما براها لسكو قبطو أما قدل قضيبها أهاتو بروها كتنا وحلقو أفوفيو وحيدونا نغطو كيركو كاسوي يو نافق الكيري بوفيو متك أفوفي بين لمديهين إذن جليس الصالح وحل لمديه كحامل المسكي جليس الصون وحل لمديه ننحن لفريسيين وحل لمديه هاي ننبرتم هاي أو ضب يدتورية قراع هاي وحل يجيس يحن أفوف هاي وبوفتكو هاي في نهارها قد دولة هي فرادة قد دولة إيسا لنبش الدولة إيسا قرمون كجيز حنبا ماشا ميلا فرسين كرما واردين هدي تولين كسو واتقرن إيسا واردين كود ميسا لقيا با نبي وحرف حامي المسك ننك عذر كالسيدي حنبارسا يوحو أدقون وان صد حالة ميت كمدة مرة بكو خساري ميس إما أن يحذيك إن وحكو سيو أو قد بالفيري عذر كان بلين هدي إبسن كرتفيري بلا دي والغمر وارث وابسكت دخيال بقولي عذر كيبي أستو استكتب أساس كلي واركتين أما حيزينها كان نقطة أما صدقها كان نقطة أما إكرام إكراميها نقطة ويقول الله عاية إما أن يحذيك إنه عذر كقصي وإما أن تبتاع من إناد كيب ستمد أموي إناد كقضاته وإما هداد مرك أوكسين ويو ونقوم مرنين أذو نشين لا تكذب ستأذو أما باهبة أن أمرك أوقب أوضحي ستعذر كالي بحا وإما أن تجد منه ريحا طيبة إينا عرف إدقون كهشو عرف إدقون بات سنك الله الرعيسة مسكت نحتاج نأتاوا كغوان ما يشما أنتردن مسكت شوكتا أردي ميسي كان كان الله أفق الضوبة هايو إن له سكوها يضموجين هاي العريس وإما أن تجد أن تكهشو منهم من حامل المسكي ريحا عرف طيبة ونكسة إذا نينك وناكسن يا صالح نواسدة كو خساري ميسي طيب إن واسو علم قصيو إن أنت ويد ستو أكو جوابه إن الله فرد يسابا كنا ستو إلا أن تدك أهل خير كما كان الله فرد ستو وحاوي وحبلن بك أقف كأكر داية حتى الله الشكية وحيكو طاي وحوي الإمام أحمد حنبل مركي الامتحان يقال له دي بيجري وحبلو يجري الله يقشكيو
سيرة سعيد بن جبير يا سفيان الثوري يا رجي آد وأد كاية دينك وأد كاية صبري بوليجري مقاس بوليج الحديث عن الصالحين وجند من جنود الله إذا الصالحين تقول لك الشيء خير كودا وتاجر ربان وبعيدا قلبك قوة كان واد أتكيسنا يسا حوي ماشى وضده يسا ركبة مري تشري أخي أربع مرتي هذا وأنا مر بعض سليدة لكن مالا لقى جهر يضد قرض يسوا قب قري أذو قبهم بعد مري مركا يضع على سوي أو شيء ونافخ الكير مدك أبو فنك يضبك أفوف هينا إما يحرق ثيابك إنه درك هذا جبه أردم بالخصوص دو شيء كبدكته وإما أن تجد ينات كهش منه حقي سريحا سنشير منتنة أريسا وحقر من بكاسو قاري إن الثنك قبصتوت عرطي إن ركا هذا خطر قلوي وحكاسو قاري مجر زوي عزوا دبات متفق عليه يحذيك برشوخ يعطيك وزنا ومعنى طال سعودة يعطيك يحذيك وإسكم معنى وأنا إسكم لفظي وزنا ومعنى وإسكم مد إذن نبي مثال كاسو كو عدي إذن ننك أهل خير كا يا صالحة علم يا عبادة يا هدي وانا أكسن يا خير كاللقيه لها يا معنوغا ينبي حكم مثالية شيء محسوس مسائل كمرك الله شرحها مرة بضان أما قضاياتك اللي عضينا يو مربع حبها أنا يسائنا شيء معقول كاي ذهني كاها أتكون مثالي سو شيء محسوس ولا فاهمك إشي أرقو وقبنكر ولا تابنكر وحاكلو كتير سيؤكل فوقيهين روح وانا أكسني الروح حن لبضا سيؤكل اللي يتام با مدول بلا فريسي جيسا أكل في عينهين من أول اللي تمنو وانا أكسني يا كالله فريستنا ككل أغا وانا أكسني مركب بدي ويمعنوه دادك صالحين تبوق شدوده لتشوق جوده كاك دواشوه ده انت بدي خير ما تكفى إذا يساوي معايا لي حقيقة واسدة وأحد والباحد كو يهين بو دبراعة هيا نينك الصالح خير كتشعل دادك أهل خير كأنه كاك دواده أيقا سي اوه شدو او ايقا او الله كدك تو حق وضع حيدو تشعليا نينك حن حق زكالي بو آده هيا حق حن بو آده هيا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حجري تنكح المرأة هوين إذا وحلو قرصد عادة تنكح المرأة هوين إذا وحلو قرصد عادة نقن أهان لأربع أفر الرموت هوين إذا وحي قرصد رقو أفر الرموت وهي لما لها أنت إليه ذا وحلو قرصد وآدمه دوين واجعليا ما لا إليه ذا هاي حراء يدو شقي ستا ما هي كده حلاش كده حشوي أهل كيدي ولو قرصدا ولحسبها شر نصب كذا ولو قرصدا الحسب إنه النصب ما كفسر لكن أهل القوة كلا قادانه المجد والشرف ووحي أتقد حشاء بياشا وإن لم تكن شريفا ولا ماجدا ولا ممجدا أضو إسكب اللي تبع الغي ولا كسر جده غير أهل خير وعلماء وجبعة ورويال فاميليا أو صومالي ما وهايسو مرك شرفت يا كرمك يا مقع وناكسنا كيمن يا حق او يا شا يا ابتر كذا وحال اذا مجدي يا شرف بالليل هذا مجدي يا شرف باللغه العربيه الليل هذا وش ادو ارت شقيستي غبنما جيسنمو ديق سنمو رغنمو درع نمو علمي ابها انه قال لي لو سهله بالله غيا او غانا لو سهله جيده بان لو يري جيرين لكن ادي ميل اخك انت لما يقاني حين تلا بنانك تالبا أذاب وحاطها ينين دق دق هاي مثل عطاء وركي سبنان كسارية قبل نما شو جيستون مال دكتي تسمح لي لا الحسب الحسب والكرم بالي عند العرب الحسب والكرم وصفات ك وأنا أكسن روح أسوق الشقيستا كرم كي حسب كل هذا هذه صفات كني وأنا جن كسو جذا أبتري أصل ويا هاي فر كسو جاري أب كسو جار ويا هنا محل هذا مجد يا شرف ويكل دوي سأوكل فهما أيضا سيدات هاي ماركا قاركوب بلغي يابا إلا استعماله حسب كيف في موضع المجد والشرف كذلك إلا استعمال يابا المجد والشرف في موضع الكرم والحسب ولا يسوي داري وارد على ماركا ولي حسبها تفصيل كذا إذن شاكي محون قنية ماذا يدو شقي ستوي وقبر عالم هذا ديقسي هذا قيسي هذا إنك ستولي إنت أصبر رقا وأودر أنت يا وينك وكوحنت وعلي واحد دمر كواحد رجع كأمانة أو دمر كعيبة كذا ليه
hebel waa geesi waa ammaan, waa deeqsina waa ammaan. Laakiin labadaaba waxaa leeyahay dumar waa ku ceeb, ina kale ku darina ku dari maayo. Maxaa jira leeyahay? Waxay dhahaan waa deeqsiyad haddii haweeney la yidhaahdo ammaan kuma aho. Waxay dhahaan waxay baabi'inaysaa biilka carruurta, wixii wadaadku soo shaqeeyay eber, kii soo istaaga oo boqol u dhiib, biilkeedii way qaybinaysa. Bishoon 15 gaana baa biilka waa naga go'ay, oo wixii aan dhiibaa wey, war waxaa ma naqaanee bakhaylo bakhayl ku dhala xooliya keed. Marka islaan deeqsiyada carruurtaday ku manqin baa reerkeeday ku wanjalaysa. Waa geesiyadna ninkeeday ku dili ilaa cadow kaa dhicin mayse. Waad fahanteen baan u malay. Habeenkaad isqabataan go'aan bayba gaadi, bilaa way kuu soo faysan, aad seexataa way ku kala goynaysa. Haweeney marka inay fulay tahay na maxaad leedahay ay geedaha ku dhacdaa fiican markaad inaad tiraado. Waad fahanteen baan u malay. Haween geesiyada way idin baabiiraysa. Laba kale ay ku daraa Soomaali, laakiin intaan ku daayo. Walixaasabihaa sharaf iyo gubannimo iyadoo ay shaqaysatay baa loo guursadaa, ama isir iyo asal ay ka soo jeedo wanaaggii baa loo guursadaa oo gubani xagga abayaashad ka yimid. Walijamaaliha quruxeed baa loo guursadaa iyadoo ay quruxsan tahay. Walidiiniha diinteeda loo guursadaa, diinteeda, dhaqankeeda, diimeeda, islaanimada, xijaabkeeda, asturadeeda, afgaabnideeda, allakacabsigeeda, xaalmiiradkeeda, howlahaasaa loo guursadaa. Nabigu wuxuu yihi intaa mar haddii loo guursado oo bini aadam afartaa dumar u guursadaan, fadfar adigu ku guulayso wadaadow bidaati diin, fadfar ayuha almuslim wey muslimow, waxaad ku guulaysataa oo ugu raadisaa bidaati diini bisaaxibati diin, gabadha diin kale waxba marka qurux iyo xasab iyo maal ha eegine. Haddii rabbi iskugu daro waa khayr, waa nabad iyo caano, waa samnan waa casal, waa saas doonayso si lagugu daray. Laakiin hadday kulmi waayaan oo intaasi ay meel ku iman waayaan xagga diinta, inaad u ilataa la doonaya. Taribad yadaaka, gacmahaadu ha khasaareen, waa eray iska afbuuxsi ah ee ma aha eray maqsuuda macnihiisu. Taribad yadaaka, gacmahaadu ha faqiireen, ha dhul dhaceen. Waxaa looga wadaa waxaana waan dhihi jiray wey go'on ahayn oo kale iyo urga iyo habaar ma aha eryaan haqaatalak illahu iyo waxbaa jira ereyeel hadalka lagu buuxiyo oon habaar ahayn, daahirkana habaar aada moodi baa iska jira oo Soomaalidu way leeyihiin. Muttafaqun calayhi, xadiidka waa la isku waafaqay, xadiidka waa la isku waafaqay. Wa macnaahu waxaa weeye anna annaasa aadamuhu yaqsiduuna fi lcaadati, dhaqan ahaan waxay uga qastaan oo uga golleeyihin meel marati ay min nikaxi lmara, haweeneeda guurkeeda. Hadihi lkhisaal arbac, hadihi lkhisaal alarbac, afartan calaamo: maalka, quruxda, nasabka iyo sharafta, iyo diinta. Faxris ku dadaal adugu, faxris ku dadaal adugu, anta faxris oo faxras baa aniga idhigan, faxris baad show fiican ba soo maahaadi فحرص أي شغمات أي ورع داد تانا فحرصنا ويبنان تودا دالي دمالا فحرص كود دال أنت أدوك على ذات الدين مال إيو قروح إيو مقع عيليه داي منها إيجيني دين تمد لك وأنفع عيس لأن داسا إنا قام واحتري واظفر بها كوكو ليسو وقت يكبح أيضا إنا دهشو كل يبان وحرس كنا الددال على صحبتها إن لا صاحب معنى أن لا وذاكت إلا ما نكون نقط أبد كعروت هذا النقط أبا إيه هو يدع أبد كذا أي نقط معايا إلي حديث كمرك شغم حوك يعني حوك يعني إين وشاهدون نقطه صحبة أهل الخير صحبة أهل الخير أذكر أهل الخير كأن لا صاحبه نقول لا وذاك إن بدنا لا تشوق هذا هو إين إذا ذو إن الله إذا كلا جيء مويان أما سكر الله كلا تجمعه وصاحب كذا خاص كاوي وصاحب الجنب هو هذي مركا أيسن وأنا أكسرين ويكون باب بعيني وحديث كي ضعفي وكجوا دنا يتحسين الشيخ شالباني واتقرن إذا والنبي كم من قلي إلى وحن كم من قلي من زوج تشيبني قبل المشيب إلى وحن كم من قلي هوين يعريسي سو ما راح يعضيسا أروبا قارنبا هو إن ذا دبك بدن إن دين تلاي ويكون بابين أيسا ويكون عمر الدجن غير كابا ضافي حق الداء ذا ودورك كلها كاي رن يريهين بدأوا اللي حنجرهم مغنيس لأن عذر بعد دير تاي وقوش على قوعرا ما أنتوا رن بعد مقن تاي دو دلهم بعد دعي إن ضع رب تاكدي بحل ما حساب بترتقو كادي ضد يا مرن يا محكمة الله يروح يسني باب الله بنيس يا أبو كاتك ودفع من هذا ليس هو إن لقمة بقرها لا بسومتقن ninka ragga haweeney kama ma geyri karaba
dhowr iyo toban fayl baa u yaallaba. Mid markaa tawaaf xidhood alxamdulillahi tiraa ku kale furi. Saa darteed waxay dheheen ninka ragga 12 waran buu haystaa dhan Soomaalidu, haweenayduna hal waran bay leedahay. 12ka waran markay kaa dhamayso keedii ay haysatay bisay kugu dili. Saa kulba u tuuris u halgaadayso waranki tag iyadoona ay dib u marsanayso oo uga gabanayso waaga dambe adoo waran la'aan ma cid la ka helayso. Aad warar badan baa jira. Marka gabdhuhu waxa weeye hadday kugu xumaadaan waa musiiba, hadday wanaagsanaadaan ummadda wanaagga ayuu ku xidhan yahay. Ummadda wanaaggeeda iyo dadnimadeeda iyo diinteeda iyo mustaqbalkeeda dumarkeeda laga eegaa. Ummadda dumarkeeda u hagaago waa ummad khayr ah. Hadday xumaadaan waa dumaysan wakii Nabiga kaleh Cali sallallahu alayhi wasallam. Hadday xumaadaan waa la dumaaya. Marka daatu diinkaas ayaa inoo awooye ee badbaado inoo ah lagu dadaal. Wixii kale marka waa wax laga samri karo wey. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qaal. Qaala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Jibriil, Nabi Muhammad wuxuu ku yiri Nabi ilaha Jibriil, imalakum ku Jibriil afwan, ma yamna'uka maxa ka hortaagan Jibriilow an tazuurana ina nasoo booqato akthara mimma tazuuruna. Jibriilow suxbadada waan jecelahay, malag ilaahay barakeeyaa tahay, maxaa ku diidahay intaad noo timaado in ka badan inaad noo timaado nala joogta baad. Ma yamna'uka maxa ka hortaagan an tazuurana inaadna booqato akthara mima tazuuruna. Fanazalat isagaaba hadlo wuxuu yihi waxa weeye anagu sida anaduba amar baan ku soconnaa, iskama tegi kara meel, iskama booqan kara ruuxaan rabno. Waa in booqa taga la yidhaahdo, meesha taga, meesha istaaga. La yasbiqunahum bilqawl wahum biamrihi yacmaluun. Idan waxa weeye laa yacsuuna laa maa amar wayafcaluuna maa yu'maruun. Waxaan la farin malaa'ig ma sameeya. Nabi Maxamed aad baan u jeclaan lahayn, laakiin waxaa weeye amar baan ku soconnaa. Fanazalat waxaa soo degtay aayaddii suuratu Maryam, wamaa natanazalu ma soo degno axadna ma booqanno. Atanazul calaa tamahul buu ku tusahaya, laakiin waa waqtan bacda waqtin baa la soo degayaa oon imaanaynaa aqraad sharciya ilaahay noo dira baan u soo degnaa. Ilaa biamri rabbika, rabbiga amarkiisa. Lahu lillahi waxa u ahda maa bayna aydiina wix naga horreeya wamaa khalafana umaa bayna dalika inta wax u dhexaysa wama kana rabbuka nasiya. Rawahu al-Bukhari. Idan tan maxuu ugu keensaday xadiidkan sheekhu? Waa talabu ziyaarati ahli khayr. Ahlu khayrka inaad codsato inaad booqato, inaad iyaga ku codsato inay kusoo booqdaan xadiidka uu ku tusaaya. Xadiidkii hore waxaan ku soo maray kii aan ku bilownay baabka Abu Bakar oo ka dalbaday Cumar ka codsaday inay wada booqdaan Ummu Ayman. Hadda Nabiyullaahi Muxammed oo ahlu khayr ah ayaa ahlu khayrka wuxuu ka dalbanayaa inuu soo booqdo. Idan labada dhacba dalabkaasi waa min sunna. Rawahu al-Bukhari. Jibriil hawsha waa salimay wey. Iqraaru macsuumna waa xujja ilaa bimaanicin, ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo macsuumku. Wacan abi saciid al-Khudri radiyallahu ta'ala canhu canhu sal alay wasalam qaala, nabigu wuxuu yihi laa tusaaxib, hala saaxiibin ilaa mu'minan ruux mu'mina mooyeen. Walaa yaakul tacaamaka, raashinkaada yuusan cunin iyo badarkaada ilaa taqiyun, axad alla ka cabsada mooyeen. Rawahu Abu Daawud waTirmidhi biisnaadin laa ba'sa bihi. Waa xadiid asna xasan ah, siday culimmadu sheegeen waa xadiid sax xasan ah, shawaahidna waa leeyahay. Dariiqu hadda ku imanaya waa dariiq laa ba'sa bihi. Laa tusaaxib ilaa mu'minan, laa tusaaxib ilaa mu'minan, ruux aan mu'min ahayn oo ahlu khayr ahayn. Mu'minku qur-aanku markuu idlaaqa marna fi muqaabil kufar baa la idlaaqaa, marna fi muqaabil faasiqiin baa la idlaaqaa. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. مؤمنا هنا والمسلم فاسق هنا والكافر الفاجر هنا مرنا وحي كتما دا بمعنى مسلم كي أن عاسق هنا إلهي تقي قابي كتما دا ومكة وحلق اعتراز يا فاسقي مسلم كعاسق معناها مكة لا تصاحب إلا مؤمنا وحقه مسلم كي وناك سنابا لوجيدا وحانا كسور جيدا مسلم كي حما فاسقا. Maxaa yeelay ninka la saaxiibtay wuu ku aafaynayaa. Xadiis kale iman doonto baabka ku mari doonaa. Maxaa yeelay ruuxaad la saaxiibtay in badan la joogto dhaqankiisi, raadkiisi, waxbaad ka qaadanaysa. At-tabcu waxa leeyahay waa saraaq.
dabeecadu iyo ruuxa la socoto wuu ku saameynayaa, wuu ku ta'thiirinayaa, wuu ku raadaynayaa. Bini aadamku maxaa lagu yaqaanaa? Waa tabiica tafcalu wa tanfacil. Waxbaad samayn oo waxbaad saameyn adigu waadna saamay, tu'athir wa tata'athar. Waxbaad saameyn waa lagu samayn. Xajar ma tihid. Haddaad nin saacad wada joogtaan ood sheekaysataan, hadduu xun yahay dhaqankiisii waxaan adoon ogeyn baad wax ka xadaysa. Hadduu insan yahayna waa sidaasoo kale. Dadka adduunyada jecel ee ahlo xirsiga ah haddaad la fadhiiso dad maalin la sheekaysato adduunyadaad jeclaan, ahlu zuhdiga iyo ahlu khayrka dad la fadhiiso adduunyadaad nici, adoon is-ogeyn bay baasha kugu dhuuman, bidaarisiba way kugu gashaa wey. Marka nabigu wuxuu yihi, hala saaxiib ruuxaan mu'min ahayn suusan ku aafaynin. Walaa yaakul tacaamaka, raashinkaada yuusan cunin ilaa taqiyun, axad taqwa ilaahay ka cabsanay mooye. Raashinkaana laga hadlay waa tacaamu lmawaddati waalikhaa, laa tacaamu lxaaja. Meeshaan lagu khaldamin. Raashinka adowta martiqaadka, sooriyada, xurmaynta, karaamaynta, waxyaabaad u samaynaysa qadooyinka noocaasa, dad ahlu khayra ugu yeedh. Walaa yaakul tacaamaka ilaa taqiyun, waa tacaamu lmawaddati waalikhaa. Casuumaadda, sooriyada, raashinka xurmada iyo karaamada ku dhisan, dadka ahlu khayrka adqiyada ugu yeedh. Leanno inaad jeceshahay bay ku tusaysaa. Raashinka noocaasa maxabay mawaddaa lagu raadinayaa? Hilib iyo kalgacalla lagu abuuraya ama lagu xoojinaya ama lagu ilaalinaya? Idan axadka aad saa u xurmeynaydi raashinka ku qiimeynayso waa inuu yahay axad agtada meeqaan kule, ilaahay agtiisana meeqaan kule. Waa tacaamu lmawaddati waalikhaa, nahyigan wuxuu quseeyo. Amaa tacaamu lxaaja, ajri waa laga helayaa, qur-aankaana ka hadlay, wayutcimuuna tacaama calaa xubbi miskiinan wa yatiiman wa asiira. Caadka asiirka ee la quudinayo oo raashinkii la jeclaa ama aan loo baahna la siinayo ee ilaahayna ajir laga helay waa kee? Asiirka waa kaafir. Waalkaafiru laysa bitaqiyin walaa bimu'minin. Raashinka la siiyey ilaah baa nagu ammaano, ajir baa laga helayaa. Nahyigan iyo aayaduna iska warmi waa laba kale raashin weey. Maqaamaadkii marka ha isku labsinin, ha isku barxin, ha istiimbinin. Tacaamkaa suuratu insaan laga hadla waa maxay? Waa tacaamu lxaaja, waa raashin baahi lagu bixiyey oo sadaqa ah oo ilaahay loogu dhowaanayay. Kanna waa maxay? Waa xubin xurmo. Hebelow, xoolo kuma siinin, waa ku xurmayaad leedahay. Waxaan xoolo mehe xurmo weeye, maanaad waxaysiin, may xurmo iska dheh. Soomaali way kala taqaanaa. Dadka masaakiintana waxaad u siinaysaa shayga sadaqa iyo ilaahay wax kaga hesha, adoon aan dan kalayn asagu cidduu yahay iyo meeshuu ka yimid. Ninna waxaad siinaysa waad maamuusi oo jacaylaad jeceshahay iyo wanaagaad u qabtad u siinaysa. Ay kala duwan tahay hawshu. Tacaamkan waa tacaam ish almawaddatu waalikhaa. Tacaamka suuraddu ka hadashayna tacaamu lxaajati wasadaqa wey, labadayaan laysku khaldi. Rawa Abu Dawud ba xadiika wariyay, wa Tirmidi bisnadin laa ba'sa bihi. Qisa tariifa shaqliyaha axaadiisa sharxa sheegaa. Nabiy llaahi Ibraahim ayaa waxaa soo martiyay baalinin majuusi ah, qolyan dabka caabuda ah ayaa soo martiyay. Xuri Ibraahimow, marti baana inaad cid gelisaan rabaa. Xuri waan ku marti soorahayaa, laakiin bishart waa inaad islaanta diinka soo gasho. Tawxiidkan anay lagu caarsaday nafta laygu keenay waa inaad ila qaato. Si fiican baan ku maamuusahayaa. Xuri adoon anoon diinkaadan soo gelin oon anigu diinkaygi bedelin miyaad imarti soori? Maya, uu iska tegay. Ninka markuu dhaqaaqay ya ilaahay Ibraahim la hadlay oo canaantay, maxaad Ibraahimow konton sano yuu ilaahay kheyrkii caabudahay anig oon intaan u quudinhay u dulqaadanayay. Konton sano ninkan, hal maalin oo kuu baahday baad fiijisay, shardina kaga dhigtay inuu diinkiisi uu bedelo. Maxaad u yeeshay? Martidu waxay leedahay xaq goona ay leedahay. Waxba ha kusha diinkiisi inuu bedele, marti soor ninka siina daa. Ibraahim raadkii ninkii buu qaaday ka dabaarda, ilaa rabbigii baa canaantay, ninkii buu soo qabtay. Niyow raallahu inakeed, wuxuu yihi ilaahad ii sheegto waxaad iga soo daba oraday. Kaa dhagaysan maayo, wuu cudurdaartay. Wuxuu yihi cudurdaarka ma aqbal, wax ii sheeg. Si walba intaan kula hadlaad iga dhaqaajisay xeradii aad deganaydi, maxaad iga soo daba oraday? Wuxuu yihi rabbigay baa canaantay, khalad baan galay. Marka niyow ceeb astur. Oo maxaa lagu yidhi? Konton sano isagoo gaala oo dab caabudahaya anigu aan biyo aan quudinhayo oon irsaaqahayay, hal habeen baad u dulqaadan weyd?
oo soo raacay raashinkii buu cunay fa aslama wa hasuna islaamuhu ninkii majuusiga ahaa fa aslama wa hasuna islaamuhu qisadaasay sheegaan oo ay bacdu salaf soo guuriya marka waxa weeye طعامku wuu kala duwan yahay طعام الإكرام iyo طعام الحاجة ayaa kala jira وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله دين هنا والعادة عند أهل العلم الرجل ننكو عادة الرجل شرعه أركيسا إري مركي الشيقيسو رقيكو هالقبسطا دمركو والله حرمية والله أسطرا فقارها يفرد إن لغشة وعرف كل قد يتشيني والله حرم والله حشوضا سنة سي ربانيقا إن نبوغا كتابك إلهي السنة وكوبا ذن أنا قوي إنه خلافنا وأنت مني أنا هو رجال بدأ قال كود ضيعين فردي بالله سكوبان مضن عيالي مروا ينبالي هاي سيداتي وسادتي كون معيد هذا أنا راح جون قالوا ذو معيدان ليديز يو gentleman oo jeelti wax ka wadaa waa edeb darro dhaqankeena ma aha dhaqanka Soomaaliyeedna ma aha ma ogti fadhi hadii la isku yimaado ninki wax halqabsan ragga aan buu ku halqabsadaa hadii geed laga hadlayo hadii gol laga hadlayo waa sida taa macnaheedu ma aha in dumarka in la liiday maxay ahayd waa xurmo iyaga la xurmeynayo la asturayo la goobeynayo in la bahdilo meel walba laga sheego carabka lagu dhajiyo la diidan yahay gabdhaha xishmaysan ee xijaaban ee asturan way laakiin haddii maxaad ka dhigtaan war ah waa in la sheego khudbada kaaga daran ya macshar al muslimina wal muslimat oo la deynaynin oo joogta macshar al mu'mina wal mu'minat oo joogta marmar munaasaba quraanku waad ku arki ya hadiis لكن باش شقد الله قد دكتي هي حق الله قد سوحيقنا يا أرق قلبين اسكا إلا ليا دقم مديني بات سير سير وقد تقيسان لو أقد ما نقطان موقالك هو الصومالي إن شينك ننصار نوام مطورك أما أمر طورها قلبين دوي موقالك هو أنين صومالي أو ريه بلا لكن هلك هو حقور ركيبا مطورها قلبين باسارا iska ilaali hawsha ayada way badan tahay way badan tahay hawshaada la iska ilaali ar-rajulu ninku ala diini khaliilihi ay ala aadati khaliilihi saahib khaliilku waa saahibka wal khullatu wa asadaqa ala diini khaliili ala aadati khaliili ruuha saahibka la tahay dhaqankiisaad yeelan caadidiisaad yeelan dhodan muxuu arday walay macallinkiisa meel uu booga ekaaday arday waliba macallinkiisa meelun booga ekaaday macallinkaadi wax ku baray ama af gaalad ha ku baro ama diin ha ku baray wuxuu baa dhaqankiisa ka qaadan kolad xarafkii siduu u qalluciso kolad baa maayiisa wax ka qaato kolad labis ka qaato qaabki noloshiisa wuxuu baa ka hadlay aad is ogeyn maalik midinar wuxuu dhihi jiray waa ghariiza rabbaniya waa fitra rabbaniya jamiica alhayawanaat bayna qusaysa shimbiruhu wuxuu isku shimbiraa isla duula maalin dambe waxaa la yimaa maligow annaga waxaan ku tusaynaa qoolle iyo tuka isla duulahaya oo nin bashu wuxuu soo arkay qoolle iyo tuka isku qoran isla duulo israaca wuxuu qoolleyda iyo tukaha wuxuun baa ka dhaxeeya markii la baaray qoolleyduna wuu lug bay ka jabanto waa naaf tukuna waa naaf naafnimadaas isku raaceen والطيور على أشكالها تقع إذن وهلس ويا ضدك إسكو باب كا وإسكو دقا وإسكو دين هذا وني من دين وانا كسنين صاحبها قد يقنوا سوسا دين تيسي كو قلين سوالي ويا قانو عدرس كابا إذا مركوري درسو حدو كلسو درسو مركوري كو دين يعني الله ياب مرك حيغانا كو ضايا مكي مدو كلسي جوغا وكو ضايا بلا يدي قراعي باضحك قراعي marka saddexaadna kaba darbaale waa ka dariba walhuba marka dariska waa inaad u meel dayato waa inaad saaxiibka u meel dayato sahan baa laga rabaa dhaqan iyo diineed baa laga doonayaa
فلينظر ها ايغو هاس كفرش احدكم مدكين من يخالل نكو الله صاحبي من يخالل وفي مسند احمد من يخالط فلينظر احدكم من يخالط روح اديه هيسو اد وخ قدرسن اد لا سكون اد لا صاحبي كفرش. رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن يعني ومهم جدا وكيسال فدي جيره مركي اهل بدع عربين قال زاران من خفض علينا سريرته لم تخف علينا الفته بيدين او الفته نينك هادان غران وين مبتدع به مسوان سنه وان سغينا وحفرينا قولي لا شعب هايو لم ينقح هايو لا شيكين هايو لا صعده هو صد كحريق مركز كحد ما حد تين ويقول لي دي لقطه جبناي دي اسرع شيء توكي لقطه جبنا با اسكن رعشو مركه وشاس وهو الاوغي يعني مركه لا اسك الىاليو دو خول با اسك رعما عرورته كا الىاشني مان فيعنين درس كتو كو خمد كغور غور حتى هدا ليداي كريسو كو كلا تاد كريستو كو كلا ادو دك فغو وا لغا فودا ددك اوكي نبو كم من غليله وحان كان من غليب درس حن او ميل لو نغي يحي درس يغلو نوقدا نبو خول درس كريميغا اسو ديب كوغما هاي درس كريميغا دو كوغو خماد waagi bariye ba hartiga cayn ku rigi boot gaad furan waa ka guuri 100 km ka guuriis 10 sano kadib ba laga yimid ceel isku aragta laakiin dad guuri ka dhisatay Nairobi xaafada Isli bolood ya Allah ya ummata ku kent ya tolaad ku kent ya qaran ya qarafis ayaa waxa daris kula oo bolood kugu dhagan ba Soomaaliki u khair dara u dhaqan xuma hageed aad hadi dandum xigeenaysa intaad kuwa kale ka kireyso meel kale iskaga guur maxaa dariska wanaagsan waa qiimo waa shay aad u qiimo badan wadaad daris ayeen abu xamzada sukari sa ninka qiimaha badan xaafidka maxadka faqiiha zaayidka caabidka ah nimay daris ahaayeen baa xoog u caydtoobay gurigiisii buu damcay inuu iibsado suuqii buu geeyay wuu baayacay gurigii waxa lay 2000 dinar baan ka siinayna xuur gurigu qiimihiisu waa 2000 dinar sax weey darisnimada abu xamzana waa 2000 dinar baan ku rabaa abu xamza sukari baan daris laanu oo gurigu ku agyaan laabo gurigu qiimihiisu sayid waa maxay 2000 dinar waxba kama qabool laakiin darisnimadina waa inay ibsataan boo aan daris laaha abu xamza sukari oo 2000 dinar ah أفر كونو دينار بن ربابور دي ألفان و للدار ألفان و لجواري أبي حمزة السكري أبي حمزة السكري بام مقلي هاوشي ننكبو إياري حولي قولي هاي سكئي بنين درس نمضى تشيغي سانا تشوك أفر تكون نوات أفر تكون الدرهم بسورة دي فر تكسار مدن كالدو قولي سيبو لمسباهي با قولي كاقديس باهي أفرت بودي بقولي قيميزي يدرس نمط أول شيء وكئيب يجي درس نمط وح قاله ودرس كونا سواح له لما يقولي ميل الدقية اللي قلنا قيها لكن هذا قوة شو جم ماشة إن تكفوا جات وح كئيب سدات بانت إن تكفوا جات وتكعررتو وح كئيب سدات بدو بانت عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حر المرء روحه مع من أحب ذاتك وجعل يهاي وكل لوجي هاي كل لوجي عفوا المرء مع من أحب ذاتك وجعل يهاي ولا شراوي متفق عليه رواية حديث أولي هاي أما في حديث أنا سكت من في الصحيحين وله ما اكتسب وله ما عيده ما كنته إلا سناده هدان مقاله وذا تشوقنه أما قري آن وذا تشوقنه هذا هو صدقنته أن أنكر دقنا هاي أما شنط آن وذا قال له معيده ويجريس معيده ما أها إني lagu sinnaado sifaadka iyo darajooyinka lagu sinnaado inaan meel ku kulanno adawna meesha u koraysa aad tagto anna hoos aan tago waan maxay waa wada jirra waa wada jirra maxay yelay darajadkuna waa kala duwan yihiin almar'u ma'a man ahabba wa min haythu aljumla muttafaqun alayh wa fi riwayatin qila lin nabi nabi waxa lagu yiri nabi allahu arrajul nim ka waran yuhibbu alqawm wa qul yaj'al wa lamma yalhaq bihim haqqan an halil kan la ahdan wala amalan ولما يلحق بهم ان هليل كرين ان غاري كرين عمل كودينا ما غارو يا خير كودي وحي سمين جيرين وقت ودي حلي ودينا ما جوغو وي كوريين اما وي كدنبيان وي من دونا دك اهل خير كوناسين ايمان دونا لو شيغ واد جعلان الله كلنت
كوي كهرية خير كبنانا واتعين الله كلانتو. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم عهدا وعملا حل أهان إيا عمل أهان من ذا كما قاري كرد وانا جعل نبا الله بالطبده. قال صبنو وحول المرء مع من أحب أحدكو وحول جراء وكحكم ياهي داتكو جعل ياهي يمكن نتياهو جعل نتياهو يكباب ياهي يمكن ملزنا وجعلا سيقول يرهم علينا ها يا كبابين من الزناوي كل مرة قرآن كوا آخرية وقادين نمحت كل يدي مرة قرآن بالو ختمة ماشى باشو قاعد سين لو وذي بنادم كضوها الله ومشكله نبي محمد أبو بكر أحد كجعله ومع من أحبه عمر الخطاب نينك جعله وخير نينك دليل مجوس إذا كجعله سيدا إيرانيين تي هولو هذا نفس الشيء والله كلا بحها هي هذا هل كم زاد كفر عيش الشوقة هي أياد حساب كلا شو بيسا نين كان حساب كلا شو بيسا والله كلا تقا هي ماشا نيد ومصيبة هو هذا سكوب إلالية قلبي إن كإلالية إنه تشعل هذا أحدا الله تشعلين قلبي إن دورته إلى الشادة عن مقل اللي جرين ناحية اللي جوكت عرب كلا دورته هذا اللي جوكته فقان عمل كلا دورته هذا أصحاب قلوب أسرار العارفين لجوجتنا قلب قال الله دور تاولها يو إسكافل سنو مالين هيا لبده هرم با حقوق كتيرة لأنه بوم طلع تصد على بتقوى في عنده لكن بومبونين بدن با كتيرة بومبونين توما ديدنا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عربيا رمية أيا قال يقول لرسول رسولك الله متى الساعة قيس مركان قبطه أما أن مقع دبو أنت حون من أوجد شيء ذا غير أردن أمد شيء ذا أو شيء الله خلدمك إن بضم بدو هذا إنسان نبي محمد بوحول عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بقريش إله قريش بابي وإبر كدك ونكد وايد بين قريش أكثر سن كل جود مهاجرون رب قريش وحير موية نبي قا قريش هذا لكم مش ورد عي واد قريش هذا رهيب على ما نقول يقولي هو قادين وهو شو اسمه يوحنو شيء ده أنت حميد أديك أقولي واجي كنا دعوة محكمة دي بندقون إزاري يدي قربان كواي سنة متى الساعة قيامه قرب إلى عيسى يو نبي قوي ديسا نرمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ما أعددت الله هذا يسمى في البلاغة أسلوب الحكيم بالي جدا نينك أبوانك أما حكيمك إن دير قرطك قابوا مشكلاتك وحليات جرا وذلك نرمية محور نبي الله قيامه قرب إلى بونك قرب الله فوف نقول محور يحل محاود درستي وأصوب الحكيم قيامه كذا عدة ذي محاد أدير ستوي وضي ما أنت دولة قصي محاد هاي ستة وذي قمامة هاي أصوب الحكيم بلي روح أمريكا وح وضنتا أنفع يا الله الله هاو شو أسوق صوب بندق هذه صدام بقول شيء والله قال لحدا نبي محمد وان سفرة بض بانكو سفرة وان وقار سنة صلاة بان نقبة توي سمه اللي بيرم عم بنا يزنا بيها بض ما كوي سنك الرابع لي نبي الله أسلوب الحكيم وحكم هذا دنت الروح ولا يمثل من الله قبته هو الطهور ماءه الحل ميتته بالله قدر نبي يقول ما أعددت ما حد يارستي لها للساعة لقيام الساعة ما حد يارستي ديارك قال وحوري نك رمينا المصيبة حوري حب الله ورسوله إلهي تعيل كيسة يا رسول كون تعلى من أدي يارستي وحكى لما هاي أنو قال نبي يقول أنت مع من أحببت هذا هو حال لجرتا تدكا جعش هاي بل لجرتا متفق عليه وهذا لفظ مسلم اسكا إلى المركة نوو البنينكو جعليه بل لجرا حمانتا أدون كان سيطري سي كسيد عليه سي تدكا وردان باهدي ميول بكو كوهب ستي انت يرتا أهل خير كيد اكتهاي قلبك جعلو وحي أتري كرت مسلمين تواناك سنتر وحي أتخير فرك تفر وحي حما كريبك تكريب أجرك كشقيسو وناقي يا حما إن أقبس التوحي حمارك اللي حتى وحي وأنا أنا أضم الضفر تؤاد هكا قابنين لكن قلبي هذا كإلاش ننحن إن أتجعلك هوش أسك إلى لي صومالي هوش أكو آفي سنتهاي وحد أدق إلى أدي وحاصة كمدة وفي رواية لهما رواية بخاري مسلم لي وحاكوين ما أعددت لها عفوا ما أعددت لها نبي الله أمد يارسنين من كثير صوم بور صوم فضل نبي الله أمد يارسنين
ولا صلاة صلاة بدن وما ديار سنين ولا صدقة صدقة بدن وما ديار سنين ونوافش بك الله صحابي يقول أن لا يمد واجبات كيسي صونك كما تقى فرد كيسي صلاة دي لكن صلاة بدن ودي سنة صون بدن وسنة صدقة بدن وسنة ولكن أحب الله ورسوله لكن إلهي رسولك سبحان شعله إلهي رسولك سبحان شعله وهذا الوين هو تأسقى هذه لأن رسولك إلهي رسولك إلهي شعله هذه ما حالك الربا ها إنه كوها قاقو وددو دي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لك أدتر إلهي رسولك سبحان شعله إلهي رسولك سي وحي لي ما دنا لقو كريني ودينك ذا النعبتاي وطريق ذا النعبتاي وطريق يتعالى الله دقاء الله ما يسب بيان ويواشا كبر لي أفكا هذه وحايز ديدا رغان كذا أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا لهم ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان يقول ابن قيم نون يديس أتحب أعداء الحبيب قال لي الرسول كذلك يتعالى بعض نعبتاي وتدعي حبا له ما ذاك في امكان وحنا الشيخان علي الرسول كبان شعلهاي رسول كما قال الشيخ صلى الله عليه صلوات ربي وسلام عليه والله تصبح قو قو قوت كويس ورسولنا كسو هاغن لاك وبد كحجيمون با واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون خطيب خطوه التوحيد قال قول يا حناقي توحيد كان بدان ود ما نغديسان شيخ حسن دويه ما له على علي قول يا حرو يدي توحيد ما كذا شاي سباب كلمه تقانيد توحيد كان دبه هي مشكله وي ومشكله اسكي الاليه وحور وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبه يا اخي شيطاني وحال وحال علته قال لي الرسول ذاك يجعل آيه محبة مركة آذ شاك تأوي عدو إلهنا واد شعشاي أحبابت إلهنا واد نعبتاي وارتعيلك آذ قال لي الرسول قبتت شاك تأوي نيك الشيطان ولالك آهايو شيطان باكو ولالا شيطان باكو حلوية قانا وارفع عينه الشيغو بلاين وهوس تكوت هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى بلاين وصوتا وهو الشيطان أفكا باركيزة يصوم وابين لغو قرية ورقا شيطان وي إلا ترى النبي الرسول كان جعل هاي دينك سنة كحجيمة وقلين حقي ووحل لغو آفا بيسك إلالي أجن مري بل حديث كان عنك دار هذا وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابي جاء رجل إلى رسول الله نمبى رسول كله يوم صلى الله عليه وسلم فقال وحول يا رسول الله رسول كله يوم كيف تقول سيبات كلي هذا محات كلي هذا في رجل أي في شأن رجل في حكم رجل نين حكمك أحب قوما قل يجعل أهل خيرة ولم يلحق بهم أحب قوما ولم يلحق بهم قل يهو تجعلي هاي أما خيرها كتجعل أما شرها كتجعل حكمك وطابنية ولم يلحق بهم حقا أن هليلي كان لا عملا ولا عهدا يزمن يحل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب روح وحول لجرا او كحكم يا دتك جعل يا هي ان روح ان جعش محل وغا ده روح ان جعش وحا لو اوغانا يا الا جعلك وا شيء قلبي اه ونه اني قلبي وكدعه ما سو ظاهره افي ادني دقن كذا موجيه روح ان نعبت هنا شنو قال دور مال مود ميلا صوفر يستنين أو قط ما دوكا كع ما كوكار كوا كع ما حد قان سنيس إنه كن عمل لما هذا زي كوجات وهذا ما قلبي أكو درتا وحساب على الله بالليلي إني لم أمر أن أوقف عن قلوب الناس ولا أن أشق وحاصل كاشقين ما هي حنقول إن نعبت وحاو دليلة صدق فريد أشكين ما كانوا قصوا قالوا ما حد فرق ترى هذا ما كذي أركت محاي سب الدشاء صدق فرحان سنت هاي وفهم أي سنت هاي ما هاي تباش عن تقد إزجليز أنك فهم هاي سما لو حد أن قصل هي هيلا له قصل قوة هيلو واتقال أظن إن سيسان هدي أي قصلان نينك أظن أن ما كان شكل علو قصل واي ما أذكر هذا عيسى إن نينك الله سفيا هدوكم ما نهلين أقو وهم قصلينا أصلاً أُشحنا إن أظن أن أُشحن ما إنه
maxaad aamini in ninkan ay la safayin oo u hiilinayaa adoo xabadi iyo maalkii iyo magacii wax walba qolyo ku shubahaya yaa markaan ku dhaho kuwaasaad jeceshaana waad necebta wadi maya 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 miyaan kaa dhegaysanaya hawshaa iska ilaaliya wallahu subxanahu wa ta'ala aclam.